أي أدوات سينافس كليتشدار أغلو أردوغان في الانتخاب المقبلة إن توافقت عليه أحزاب المعارضة؟ نعم حسين، الأدوات التي تستخدمها المعارضة التركية ولا سيما زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدارولو في هذه الفترة هي تتلخص بثلاثة محاور رئيسية. الأول هو ملف الاقتصاد بما يشمله من ارتفاع نسب البطالة والتضخم بشكل كبير، ثم موضوع السياسة الخارجية التي تنتقد بها المعارضة الحكومة التركية والجهات الرسمية طوال السنوات الماضية وتعتبر بأنها سياسة خارجية كانت فاشلة كما تقول المعارضة التركية، بالإضافة إلى موضوع اللاجئين وهو ملف كبير أيضا تستخدمه المعارضة التركية لمواجهة أو لانتقاد الجهات الرسمية والحكومة والرئيس إردوغان. وبالتالي هذه الملفات الثلاث، السياسة الخارجية والاقتصاد واللاجئين أو المهاجرين، هي الملفات التي تستخدمها قيادات المعارضة الرئيسية ولا سيما الأحزاب الست الرئيسية التي تجتمع بشكل دوري من أجل المشاركة من أجل التوافق فيما بينها، محاولات التوافق فيما بينها. طيب. على مرشح واحد للرئاسة التركية لانتخابات الرئاسة لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الحاسمة صيف العام القادم. نعم حسين. نعم، ولكن علامة ربما السؤال المهم، ما هو وزن هذه الأحزاب المعارضة الستة التي يريد كليتشدار أوغلو أن تتوافق عليه كمرشح للرئاسة؟ ما وزنها في الشارع التركي؟ نتحدث هنا حسين عن أحزاب معارضة كبيرة. على سبيل المثال أحد الأطراف في هذه الأحزاب الستة هو تحالف المعارضة، تحالف الأمة كما يسمى. هذا التحالف يضم أكبر أحزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري والذي يرأسه كمال كليتشدارولو، ويضم حزب الخير القومي المنشق عن حزب الحركة القومية والذي ترأسه ميرال أكشنير، بالإضافة إلى حزب السعادة الإسلامي المحافظ والذي يرأسه أحد المسؤولين البارزين في المجتمع المحافظ هنا في تركيا. وبالتالي هذا من جهة، من جهة أخرى هناك أحزاب انشقت عن حزب العدالة والتنمية الحاكم تشارك في هذه الاجتماعات ضمن الأحزاب الستة، هي حزب العدالة، حزب المستقبل الذي يرأسه أحمد داود أولو، وحزب الديمقراطية والتقدم الذي يرأسه علي باباجان. بالإضافة إلى هذه الأحزاب الخمسة هناك حزب يسمى الحزب الديمقراطي، هو يختلف عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي. الحزب الديمقراطي هو أحد الأحزاب الصغيرة، ولكن بالمحصلة عندما نجمع أصوات أنصار هذه الأحزاب الستة هم يشكلون فارقا كبيرا في الشارع التركي بلا شك، وهم يشكلون إذا ما استطاعوا فعلا أن يجمعوا على مرشح واحد في الانتخابات القادمة فإن هذا المرشح سيكون منافسا قويا جدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يجمع عليه تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان، وحزب الحركة القومية الذي يرأسه دولة بهجيري، وحزب الاتحاد الكبير أيضا وهو أحد الأحزاب الصغيرة ولكنه ضمن تحالف الحزب الحاكم. نتحدث هنا حسين، المعادلة العامة هي أننا بدأنا اليوم منذ اليوم إذا صح التعبير دعاية انتخابية مبكرة من كل الأطراف، ليس فقط من أحزاب المعارضة التركية وعلى رأسها الحزب الكبير حزب المعارضة الأكبر وهو حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولكن أيضا من تحالف الحزب الحاكم الذي يشمل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. وفي الفترة الحالية هناك تجمعات شعبية كبيرة تشارك بها على الأقل على الأقل مئات الآلاف من المواطنين الأتراك في كل تجمع، فيما يبدو أنه بداية لدعاية انتخابية مبكرة، وهذا يعكس أهمية الانتخابات القادمة إلى حد كبير. هناك مراقبون يرون بأن هذه الانتخابات ستكون حاسمة وتاريخية كما يصفونها، بعض استطلاعات الرأي ترجح كفة المعارضة على كفة الحزب الحاكم في هذه الفترة، ولكن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نجزم أن هذه الاستطلاعات هي دقيقة وصحيحة، لأن في تجارب سابقة كانت نتائجها غير حقيقية والنتائج على الأرض كانت تخالف هذه الاستطلاعات، ولكنها مهمة من أجل محاولة فهم الصورة بشكل عام.